نائب المحترم تتعرفوا الأهمية اللي تتلوي هذه الحكومة لهذه المشكلة هذه. بغيت غير نقول إنه من 2015 إلى 2023 حنا تنعيشوا شبه استقرار في حصيلة الموتى مع الأسف على الطرقات. هذه الوضعية هذه مختلفة، 44% ديال الارتفاع بالنسبة للسائقين ديال الدراجات النارية و16% ديال الانخفاض بالنسبة للمستعملين الآخرين. عليها قررنا ناخذوا واحد يعني المبادرة مستعجلة بالنسبة للموتورات، غنوزعوا 50,000 خودة وقائية، خصنا ننفذوا المخطط التواصلي التحسيسي لهذه الفئة هذه، ونركزوا المراقبة الطرقية على هذا الناس هذو، ونعززوا المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات باش يحترموا المعايير التقنية. وبالطبع من جهة أخرى الورش شمولي، حنا تنقيموا الخمس سنوات الأولى ديال الاستراتيجية، وغادي نعيدوا النظر في الاستراتيجية، وإن شاء الله في شهر فبراير المقبل غادي نقلنا نتقاسموا معكم الاستراتيجية الجديدة، ونتمنى ونقدروا ندخلوا في المسار يعني التخفيضي ديال عدد القتلى ديال الطرقات بالمغرب اللي تهمنا كلنا.